فلافل 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 فلافل. تتحدث عن هذا مشروعك الصغير هذا سبب الله منه؟ والله انا هاي بالنسبه للفلافل انا من زمان اشتغلها بس هسه رجعت عليها. هاي صار لي سنتين تقريبا انا اشتغل هوني لان كان بيتي بالقديمه بالشهوان يوم جامع شيخ الشط وجانا داعش وسحق بيوتنا واخذ مني ابني. ابني الكبير ريان ورضيعتي والحمد لله ترك لي 3 أطفال ايتام وعند اشتغل بهذه سبب الله وهل يجي من الحمد لله والله لا يحوجنا الا الباب الكريم والحمد لله. ابو ريان يعني انت من هذا يعني تحصل شيء من الاطفال؟ والله طبعا لازم اكون احصل بس يعني الطلبات كثيره يعني المزاغر كثيرة وما تسد، تسد وحدة تطلع لك وحدة، تسد الأخ تطلع لك الأخ، ولا والله هي عموما يعني لو الظرف هاي بعد أحسن كان لا بالله أحسن يعني أقدر أعيش منه أنا وأنا. الطيق تطورها يعني هاي الشغلة عربانة أفضل من هذه؟ لا والله أشو ما تتعبني، هسا أنا بيتي بالقوصيات بالقوصيات أنا قاعد هنوكا من هنوكا عندي ستوتة صغيرة من هناك اعمل الفلافل بالبيت واحطها بالستوته واجي شتي صيف بغيت حار اجي من هناك وافتح بدكه ورقه وافتر هاي المناطق عبد خوب شك صويان دكه ورقه واطلع اجي على الحظيره على الشيخ فتحي وافوت من هناك على المشاهده وافتر المشاهده كلها ما اخلي مكان ماكو واحد هوني ما يعرفني حتى يعني اولاد نسوان اطفال كله تعرفني لان انا شغلتي قديمه. نعم ما عنده والله الله يعينه اللي ما عنده والله انا بالنسبه لي والله ما بها اي رياء وهي شغله لله اللي يجيني ما ارده ما عنده بس اكو ناس عنده بس يجوز ما شيل كذا يعني المهم ما ارجع احد انا تحتاج دعم من الحكومه من الخير. والله بس نغيد حل لمنطقتنا ايوه منطقه من منطقه الشهوان يعني نغيد من المسؤولين ان يهتمون بها لانه بصراحه يعني تعبنا كثير كثير تعبنا. انت من منطقه الشهوان؟ انا من منطقه الشهوان ابا عن جد يعني هسه اللي يسمع صوتي واللي يشع صورتي راسا يقول لك هذا ابو ريان باي مكان هسه بالساحل الايمن فناس يعني يعرفوني ما اليوم البارحه هذا تحمير منطقتكم ايوه والله شلون يا اخوي.